مغادره حسنه، ونتمنى زعما كاين تعمم فضاءات اخرين. ما كرهتش تكون دوك بحال داك الكرارس يكونوا هذا، يكونوا امبيلون، يكونوا قراب الاحياء الشعبيه لحقاش هما امس الحاجه اللي بحال هذه الامور. ما كرهتش تكون هذه، وطعم بان اللي عنده شي كتوبه يجي يحطهم، تكون شي بادره بحال هذا يجي يحطهم بدون مقابل. دابا حنا الكتب ديالنا غير معمرين البيبليوتيك في الدار، ما تصلحوا لتا شي حاجه، اللهم نجيبوا من نتافى منهم ناس اخرين. يلا السيمانه تنظن باش بدات، ونتمنى الله خصك شويه بيبليسيتي، وحنا المغاربه راه عندنا ديك دبوشه وراي راه توصل الامور، يكون شويه ديال التنظيم وشويه ديال التباعد ديال هذا باش نحافظوا على الصحه ديالنا. في اطار العنايه التي توليها جماعه الدار البيضاء لتشجيع القراءه، ارتأينا انه كيف ما كيكون في كبريات المدن، يعني انه الفضاءات اللي كيرتادوها الناس نوفروا لهم الكتب، وبالتالي تم احداث اكشاك على حساب 16 مقاطعه وفق البرنامج اللي سطرته جماعه الدار البيضاء، وتم انجاز واحد المجموعه، وباقي مازال بعض المقاطعات اخرى لم نتمكن باش نبنيو هذوك الاكشاك نظرا لبعض الصعوبات الاداريه اللي غادي نتجاوزوها من خلال واحد النقطه راه مدرجه في جدول الاعمال ديال الدوره ديال يوم الخميس بعد غد ان شاء الله تعالى. الغرض من هذه العمليه هو تقريب الكتب من الاطفال، من الناس الكبار، من مختلف الفئات العمريه، باش نعاودو نشجعوا الناس على القراءه. بديره طيبه كنقطه ديال القراءه، وهذه الازمه ديال القراءه في المغرب راه معروفه، ونقص الوعي ونقص الاهتمام بهذا بالمطالعه يعني كيشكل واحد الازمه في الواقع، ازمه ثقافيه صعبه جدا، ماشي سهله يعني، وما غاديش يمكن الجرده انه هي غتكون السبب في هذا الشيء اللي كنقول انا، لانه هذا الشيء كيجي من المنبع، من المدارس، ومن الطريقه باش كنقريو لاولادنا وداك الشيء. على كل حال هي بادره طيبه رغم انها صغيره، انما يمكن تشجع بعض الناس اللي عندهم قارحه ديال القراءه انه يجي يقرا بدل ما يضيع وقته هنايا في الهضره الخاويه فاسمو، يجي ياخذ كتاب او قصه يستفد منها. وخصوصا كنعرفوا انه كاين هناك ضعف ديال لا في القراءه ولا في الحساب ولا في جميع المجالات، بلا ما نتذكروا على الفلسفه ولا شي حاجه بعيده بزاف عليهم. هذه الفضاءات تقريبا ديال الحدائق هي فضاءات ديال التسليه والترفيه، وفي نفس الوقت كيمكن الانسان يستفد وهو جالس، يمكن ليه يعني يطلع على مستجدات من خلال هذه الكتب المطروحه عليه. وتحيه للمواطنين اللي غيحترموا انفسهم ويساهموا في الحفاظ على هذه الفضاءات والحفاظ على هذه الكتب باش يستفدوا منها هما ويستفدوا الاخرين اللي غيجوا من بعد. نتمنوا انه كل الحدائق ديال المغرب الكبيره انها تكون في هذه الباديره، وتحاولوا انه النقطه تكون اكبر ما يمكن، وتكونوا شي اماكن اللي جلسوا فيها الطلاب اللي يمكن يرتاحوا فيها. ما تنساش تشترك في القناه وتفعل الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هسبريس.